يلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. يلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. الحنة. عرفت الحنة منذ القديم، فقد استعملها الفراعنة في أغراض شتى، إذ صنعوا من مسحوق أوراقها معجونا لتخضيب الأيادي وصباغة الشعر وعلاج الجروح. كما وجد كثير من المومياء الفرعونية مخضبة بالحنة واتخذوا عطرا من أزهارها. ولها عند كثير من الشعوب الإسلامية إذ يستعملونها في التجميل بفضل صفاتها، فتخضب بمعجونها الأيادي والأقدام والشعر، وتستعمل في دباغة الجلود والصوف، ويمتاز صبغها بالنبات. يلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. يلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. حبيبي غدي. وتستعمل حاليا بكثرة عند الكثير من الشعوب وخصوصا الشعوب العربية في وقت الأفراح والمناسبات السعيدة. تحتوي مادة الحنة على الكثير من المواد وخصوصا المادة القابضة، وهي المادة الصابغة في نبات الحنة. في أنواع نقش، في الهندي وفي الخليجي، في الديزاينات الناعمة الهندي الناعم، وفي الورد الجوري، وفي الديزاينات النقش القديم يعني المعروف اللي زي كذا. اللي في البنت هذا الهندي اللي حاليا مرغوب يعني قريب على النقش الإسلامي على ما قلت كذا. والمطلوب برضو أكثر شيء النقش الأصابع، النقشات الناعمة على الأصابع.